والله صلاح، انت كنت عايز زكي يموت بجد ولا ايه؟ ايه؟ انت اخويا توفيق، ما ينفعش اخبي عليك حاجه. ربنا يخليك حبيبي، ما ده عشان برضك. بس مش عارف ليه كده برضو ابو الصلح، لا مؤاخذه يعني، حاسس انك زباله. ولا ما تفهمنيش غلط، امال انا قصدي مش لو كان اتكل كانت قبلت الاسم على الاربعه. استغفر الله العظيم. شوف يا اخي، وانا ظلمتك وقلت عليك زباله، شفت بقى؟ طلعت الصفيحه نفسها يا معفن. ولا وانا لا يمكن انام في مقلب الزباله ده، اوعى يا طب. يلا ادمن هنا. ما انا ماشي اهو، مش عايز حاجه صراحه. مرسي يا حبيبي، تيك كير. ادخل. حلوة. عايز ايه؟ وحشتني. وحشتك يا ابني، انا لسه سايبك بره. ايه يا عم انت بتصدني كده ليه يا عم؟ ده انا مخبط على الباب وبقول لك وحشتني ومكلف نفسي وفاتح لك دراعاتي. ما تظبط ياه. ايه فاتح لك دراعاتي دي؟ انت عايز ايه؟ اصل بصراحة أنا بخاف أنام في الأوضة لوحدي، والواد صلاح مش طايقني معاه في الأوضة، وزكي عايز يقعد هو والجبس براحتهم يعني. فما لقيتش غير أنا بقى اللي ترمي عنده الهلب. ها؟ بموت في ذكائك. ارمي يا توفيق، ارمي. ربنا يخليك. يخرب بيتك، هتكسر السرير. الواحد ما بيرتاحش غير على سريره وعلوة. بقول لك ايه؟ تعرف يا علي؟ أنا حبيتكم كلكم، آه والله. حتى الواد صلاح الزبالة ده. على فكرة الواد ده جواه حاجة حلوة، بس عايز أعرف اللي يشاور له عليها. وأنت يا علي، أنت طيب أوي. بالرغم من العدسات اللي أنت لابسها لنا دي. عدسات يا جدع، دي عينيا. لا يا راجل. أه ربنا. بالذمة؟ أه والله. يعني أنت مولود كده؟ ايوه. ده انت ابن ناس بقى. قال ابن ناس قال. والله العظيم انت اللي طيب يا توفيق، وما بقاش فيه من النوع بتاعك ده دلوقتي خالص. يعني انت عندك اي حد عينيه خضراء يبقى ابن ناس؟ معروفه من زمان، اي واحد عينيه خضراء يبقى يا اجنبي يا ابن ناس، وانت مش اجنبي تبقى ابن ناس ومصروف عليه. بسم الله ما شاء الله. قال ابن ناس قال. بمناسبه ابن ناس دي، انا ابويا هو اللي كان عامل لنا فيها ابن ناس. جو اللي هو الراجل المؤمن اللي يقول لك منع الخلفه حرام والعيل بيجي برزقه، الحبتين اللي انت فاهمهم دول، لحد ما بقينا 11 عيل، وتوم العيل فينا يتم 6 سنين يقول له انت كبرت بقيت راجل، انزل جيب رزقك. اللي فينا اشتغل نقاش، واللي اشتغل سباك، ولما جيت دور على اخوك اشتغلت في ورشه كهربائي سيارات 7 سنين يا توفيق، اتفحت لحد ما العيال علمتنا ادور العربيه من غير مفتاح، فبقيت بسرع عربيات. الغريبة بقى إن أبويا عمره ما سألني الفلوس دي بجيبها منين. بقى منع الخلفة حرام، السرقة هي اللي مش حرام. فجأة اكتشفت إن الراجل اللي أنا بقول له يابا ده بيتلخبط في أسامينا. بذمتك أنت، واحد مش عارفنا من بعض يستاهل أخاطر بنفسي عشانه؟ ومن يومها قلت أنا مش هخاطر غير عشان نفسي، ومش هعيش غير عشان علي. علي ملي وبس. يعني دي مش عدسات. سيد، انت لو مش عايزني ادخل معاكم العملية دي عشان خايف ابوظها لكم، ما تخافش. انت تستهبلي صح؟ ليه؟ عشان المفروض تبقي فاهمة انا خايف ليه. خايفني؟ سميتك مش فاهم اني خايف عليك. في حاجات كتير كنت متخيله ان انا فاهمها، النهارده بس اتاكدت ان انا مش فاهمه حاجه خالص. مش مصدقه ان عمك يبيعك في لحظه ويعرضك للخطر معانا. عادي، ضحي الله عمك، مش حال محسوب يبقى. ابوه وامه رموه في الشارع. شيرين، انت مش عايزه تخش العمليه؟ لا، انا هخش معاكم. طيب، مش عايزه تفكري؟ مش عايزه افكر خالص. تحب افكر؟ فكر. بتعملي ايه بالفلوس ده؟ انا ما دخلتش العمليه دي بمزاجي، انا دخلت العمليه دي عشان انكل جابر عايزني اخشها. انا بقى دخلت عشان انكل فقري يبعد عني ويسيبني في حالي. يعني انت مش ناوي تسرق تاني؟ ابقى عبيط؟ عمليه زي دي هتعيشني ملك انا وعيالي. هو انت عندك عيال؟ يعني ان شاء الله باعتبار ما سوف يكون. نفسي اجيب 3 عيال. اول واحد اسميه بوبس، والتاني اسميه رونالدو، مش هبيعه اقل من 20 مليون. طب والتالت؟ شيرين. شيرين؟ شيرين.
السلسله دي مش حلوه عليا. امسيها. سيد، لو سالتك سؤال دلوقتي ترد عليه بصراحه؟ اه طبعا اسالي. انت كنت لابس السلسله دي لما اتقبض عليك؟ الاقيها. بهزر. تصبح على خير. وانت من اهلك يا ام بوبس. اقفل الباب وتعالى يا شيرين. حاضر يا حبيبتي. شيرين، انا عايزك تفهمي حاجه مهمه. انا لو حاسس ان في اي ذره خطر عليكي كنت لا يمكن هشاركك في العمليه. يا بنتي ده انت بنتي من لحم ودمي. تاكد حضرتك اي طلب هتطلبه مني انا هنفذه. طب ركزي معايا يا شيرين. انتوا هتطلعوا بعربيه الاسعاف من المطبعه. هتروحوا الهنجر اللي في المنطقه الصناعيه. هتلاقوا هناك عربيتين. السودا والحمراء. تمام. انت هتركبي العربيه الحمراء وهتنقلي فيها كل الورق. وما تنسيش طبعا الفايل اللي فيه تصميم الفلوس. بعد ما تنقلي كل حاجه تركبي العربيه الحمراء دي لوحدك. وهم هيردوا؟ أنا هفهمهم إنهم شبهة ودي الحقيقة. عيال ثوابت، يعني لو اتمسكوا في أي لجنة شكل رزم الفلوس ممكن يلفت النظر والعملية تبوظ ونروح كلنا بستين تانية. إنما أنت يا حبيبتي لا يمكن حد يشك فيكي. شيرين، لازم يركبوا العربية السودة لوحدهم عشان تبقى آخرتهم سودة زي وشهم. هو حضرتك ناوي على إيه بالظبط؟ ناوي أخلص عليهم قبل ما يخلصوا علينا. اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا شفتهم بعيني دول وسمعتهم بوداني وهم بيتفقوا مع بعض عايزين بعد ما ياخدوا الفلوس يخلصوا علينا احنا الاثنين. تخيلي ولاد الكلب. بس انا صاحي لهم يا شيرين، صاحي لهم قوي. الزباله دي مش مهامك، ده بيعممك ابن الصيعه. يا ساتر عليه، عايز يقتل القتيل ويمشي في جنازته. بس ما تخافيش يا شيرين، طول ما انا موجود ما تخافيش يا حبيبتي. كمل بيه، عربية الحلويات وصلت. يلا يا رجالة، كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه. توفيق. اسمع بقك ربنا يا سيدي. عقبال املتك بنت صفوت باشا اللي في الفيلا اللي قدامكم نجحت وعامل لها بارت صغير. الف نهار ابيض، الف نهار مبروك يا بيه. ربنا يخليك. اتفضل بقى مد ايدك. ملوش لازمه التعب ده يا باشا. لا عيب الباشا يزعل. ما احنا ما نقدرش على زعل الباشا. سعيد، محمد، ايه دي حلويات ولا موالح؟ وانت ما بتاكلش معاهم ليه؟ انت بخيل ولا ايه؟ عدم لمؤاخذه يا باشا، بتجيني حساسيه على صدري من الحلويات وهتخليني اكح. اما الحوادق والموالح والتبسي والمواد الحافظه دي ماليش فيها. امال انت بتاكل ايه بقى؟ الهوت دوج والفوركتس. علي سيد، طبعا انت عارف هتعمل ايه. خلي بالك الوقت مهم جدا. يلا عالجراج بسرعة، في خمس دقايق كل الرزم الورقة تجهز. جرب كده يا زيكو. دان، تسلم يا تيفا.
ايوه قدامك خمس دقايق لازم تكون واقف قدام جهاز الانذار في المطبعه. نبيل روح شوف طارق وشيرين جاهزين بالورقه ولا لسه. حاضر تعالى. تلمسي ولا تحرك اي حاجه لحد ما نيجي. لا ما تقلقش مش هنتاخر يا غالي. اوبا شوف الاسعاف يا ابني. توفيق صلي بينا على النبي. عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. واحد الله لا إله إلا الله. توفيق شايف إيه عندك أنت بقى؟ إيه هو اللي شايف إيه؟ هو مش باين عندك ولا إيه؟ أنت مع توفيق أنت معايا؟ استنى يا أبو السيد أنا معاك. استنى دلوقتي أنا قدامي سلكتين، واحدة خضراء وواحدة حمراء، أنهي فيهم؟ اخلص بقى يا عمنا. على فكرة لو قطع السلك الغلط المديريه كلها هترن وهنتفقس كلنا، فتخرس خالص دلوقتي. ايوه يا توفي بس. بلا توفي بلا لبان. لبان ايه وتوفي ايه؟ انتوا بتهزروا؟ انهي سلك؟ ها يا توفيق انهي سلك؟ الاحمر. غالبا بيبقى خدعه. لا مؤاخذة يا سيد. اتوكل على الله في الاخضر. بص يا برنس. سدوا دنكم سدوا دنكم. طز ايه؟ قشطه. ستيوبن. ايوه. ماشي. علي بره بعربيه الاسعاف. يلا. بيجيبوا الورق.
يا شريف. ايوه سامع كويس. لسه اول ما ابقى كونكتد هقول لك. دلوقتي يا بص انا وصلت الكمبيوتر المطبعة ومش فاضل غير ان انا افك الباسورد عشان نسحب التصميم. ومستني ايه يا زكي؟ ما تفكه. ايوه بس في حاجه مهمه جدا في الاول. ايه؟ انت الوحيد يا بص اللي ما كتبليش اي حاجه على الجبس، وانا سبق وطلبت منك الموضوع ده اكتر من مره، وانا مش هعمل اي حاجه غير لما تويش مي سامسونج الاول على الجبس. اوعدك بعد ما تفك الجبس حوش يوب مط وقرن غزال على رجلك. فكه الجبس. الباسورد يا حيوان. اعتبرها اتفكت يا بص. خلصنا من ابو طويله الاهبل ده. اعتبره خلص سعادتك. سيب الباب مفتوح يا دكتور، سيبه مفتوح. انا ظبطت جهاز الانذار، خمس دقايق بالظبط وهيشتغل. كده تبقى عمليه سرقه فاشله. يلا بينا. تصميم الفلوس. بعد ما تنقلي كل حاجه تركب العربيه الحمراء دي لوحدك. لازم يركبوا العربيه السوداء لوحدهم عشان تبقى اخرتهم سوداء زي سودة زي وشه. هو حضرتك ناوي على ايه بالظبط؟ لو اخلص عليهم واخلص عليهم. مالك؟ مفيش يا سيد. طب يلا عشان هنتحرك. يلا يلا. تقطعوا فيا قوي توحشوني. العربيات انا اللي فيها الورق، خمس دقايق الورق كله اتنقل.